راح فيك مرة ثانية وبرنامج مستر ماسلز، وأكيد نبدأ المشوار ونكمل أيضا المشوار الخاص بعضلة الصدر مع الكابتن ناصر السعيد اللي اليوم بيكمل مشواره في هذه الحلقة. أكيد راح تكون آخر حلقة من مشوارنا معه وآخر حلقة من تمارين الصدر، ولكن مستمرين معاكم أكيد في حلقات أخرى. بعد الفاصل بنتعلم ونتعرف على التمرين الأخير اللي اختاره الكابتن ناصر السعيد، تابعونا بعد الفاصل. معكم اكيد من بعد الفاصل مستمرين في برنامج مستر ماسلز، نكمل مشوارنا مع الكابتن ناصر السعيد والكابتن برنارد، نعيش معكم اجواء تمرين عضله الصدر. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هلا كوتش، هاو ار يو؟ توداي 20 اور 40 اور 6 كيلوز؟ 40. اليوم يبي 40 كيلو، نشاهد. اليوم لاعبنا بايع حده بايع. التمرين هذا وايد حلو، وايد مهم، ولكن في مشكله كبيره وايد. التكنيك، المسكه الصح، ممكن يعور نفسه، ممكن يلعب تراي ومحاس، فعطني انت شلون ممكن العب تمرين متوازي صح. نعم، التمرين المتوازي طبعا اكثر شيء يفضل ان تلعبه حر. اي بس اذا كنت وزنك طبعا فوق ال 80 هذا شوي يشكل خطوره متعب. اذا انت كنت مو مليق نفسك على الاجهزه بعدين دش الحر ما في مشكله، اما سيده تبتليغ نفسك على طول على الحر فيك اصابه. يعني لازم ستريتشنج والعضله تكون زينه. لا لا، يجيك فتره وقت علشان انت تشيل اوزان هني، يعني مو تمرين اول صدر تشيل يعني تلعب جهاز بعدين دش على طول، لا. يعني او واحد يبي يلعب عضل الجهاز، لا يبي لك شهر تلعب اجهزه يلا يلا خلاص جسمك كتفك تعود انه يشيل الوزن. حلو، بعدين يعني تحط وزن مقارب حق وزنك انت نفس الشخصيه، تروح بعدين الدش عقب شهر الدش الجهاز المتوازي اللي هو الحر. الحر انت تفضل الحر راح تشيل نفسك فيه، ما في خطوره عليك. تفضل الحر ولا تفضل الجهاز اللي يكون متوازي ولكن خاص يعني في اوزان؟ الحر اذا كان وزني انا شخصيا اذا كان وزني عالي فيشبب لي خطوره. اذا منشف عادي تقدر تدشه، اذا كنت متمكن يبي لها وقت عشان تشتفك عشان لا تفوش اصابه. انت ضد المتوازي اذا كان وزنك عالي. وزنك عالي لا اكيد راح تعور نفسك. فيتجه الواحد حق الجهاز الجاهز. تقدر تحط لك اوزان تناسبك. اذا خلاص تمكنت من الجهاز تحط اوزان فيه خلاص انت الحين مهيئ حق انك تدش حر. ممتاز. كابتن ناصر، تاثير المتوازي او الدبس مثل ما يسمونه وين بالضبط؟ عضله الصدر تي السايشت الجانبي هذا كله. يعني من اللي لعبناه حق الدامبل. من الدامبل لتحت لحد اخر شيء. ايوه لحد اخر شيء كله. ممتاز، فالتمرين وايد مهم. نعم، ويعطي شكل العضله شكل مميز. وايد جمالها اكيد راح يقصها ويعطيها شكل بالقصه كامل. الحين عشان بس الوقت اللي اخذنا بناخذ فاصل، وبعد الفاصل بنعيش التمارين ان شاء الله. I'm starting to organize the weights I'll put for you 40 or 60 kilos. بعد الفاصل راح نواصل معاكم برنامج مستر ماسلز. وضعية الثالثة وضعية الخلفي، الريل اليمين هم تكون محطوطة على الجنب نفس المستوى، ايد واحدة على الخصر، منطقة الشد تكون في النص مو على الأطراف، شد منطقة الظهر اللي في النص. متواصلين معاكم بعد الفاصل نكمل مشوارنا في مستر ماسلز والكرة بملعب كابتن ناصر السعيد وكابتن برنارد. الأوزان. الأوزان طبعا أول شيء أنا طبع الجهاز عن نفسي، طبعا الجهاز متوازي. حلو. المسكه وين بالضبط؟ المسكه تكون واسعه هني شوي، لا تخليها ضيجه على كتفك الامامي. خليها شوي واسعه. اي ورا على مثل ان نقول على جنبي على جنب مالك. ايوه من الجنب راح تصيدها. تنزل تحت تثبت هني
تيبس صدرك وتدفع فيه تحت. لازم احس ان الصد يتحرك. إيه؟ لازم اي لازم. اذا ماكو احساس في الصدر معناته إيه؟ في شيء غلط. في شيء غلط، لازم تعدل تضبط القعده مالتك. تثبت هني الثبات هني علشان يعطيك تركيز. نعم. حق الوزن، بعدين تنزل فيه. زين، في حال يتمرن متوازي والتمرين صح، هل ايضا تتحرك او تتحرك معي عضله الترايسبس عادي؟ لا، شيء طبيعي معزولة. طبيعي راح تتحرك معاك طبيعي، بس نسبه 30% 30 إلى 25% تقريبا. اي تقريبا اي، لان الذراع كله راح يتحرك معك، بس نعم. احنا 70% راح ندخل عضله الصدر عرفت كثر ما نقدر، او التركيز عليها. التركيز عليها. ممتاز. الحين دور الكابتن برنارد. نعم. It's your turn now. ف we'll put another 20. يلا خلينا ناخذ الوزن. يلا هذا 20. هذا 20. تفضل كابتن. بيدي بيدي. الحين حطينا وزن 40 كيلو. كابتن ناصر. نعم. هذا الوزن. نعم. هذا برنارد. Are you okay or you need؟ اخف لك الوزن احسن. Are you sure؟ اكيد. Sub to you. يلا. عندك كابتن. ايه. جدم شوي ايد. اوكي. حلو. قاعد تمرن صح كابتن ناصر؟ اخف الوزن لانه هو بيوم يديك ناخذ. The weight is too hard for you. So we have to decrease the weight. Up to me, I won't try 40 kilos. Yeah. Yeah, let's go. الحين بنلعب التمرين. إيه. الحين قاعد أشوف إنه مرتاح وقاعد. إيه. الحين مرتاح يقدر يركز. نفس الفكرة ثلاث ثواني ثانيتين ولا. نفس ما قلنا تركز هني تيبس صدرك، يعني لا تنزل تحت إلا لين صدرك خلاص تحس الوزن هني. نعم. قاضب عندك. حلو. فتنزل هني راح يعطيك. وانطر الثلاث اربع ثواني. اربع ثواني لما اقول لك لا ترخي. لا اكيد لازم تكون عضله شاده. شفافه عضله شاده ميبسها. ارخي اربع ثواني ما استفدت شيء، قاعد اريح عضله. أيوة. في ناس لا مثلا ثبات قصدهم اني اريح فيقوم يرخي عضلته فوق. ما حد يريح بالحركه هذه. أيوة. كلش. لا، القصد الاساس لازم تثبت فيها وتكبس صدرك. نعم. راح تشوف اجباري هني راح يركز صدرك على الوزن، راح يشيل 70 إلى 80%. وراح تحس العضلة عندك خلاص. أنت من تطبق ال تنفجر لي برا. من تطبق التمرين راح تقتنع يعني. How many reps now, Captain Bernard? One more. I will try it. I will try your weight. It's okay or not for me. الحين خلص أول جولة هذه. بجرب أنا الربع. عاد تقول لي صح ولا غلط. I will try the exercise. And I want Captain Nasser coach. He will show me. The right way. نعم. يلا كابتن. نعم. كذي. أيوة. الشكل هذا. أيوة. بس أوكي. زين. في صحة. أيوة. اثبت اثبت فوق. اثبت فوق اثبت فوق. أي بس خليك ثابت. بعدين انزل فيه. دز بصدرك. أيوة. حلو. أحس فيها. والله يا جماعة التمرين وايد حلو. اثبت فوق. الواحد محتاج انه يتمرنه حتى يشكل مدار. أيوة. العضلة من خلال هذا التمرين. وايد حلو. اثبت فوق خليك ميبس. ايوه. مو اريح اثبت. بعدين انزل تحت. ايوه. ممتاز. الثلاث ثواني تكون فوق ولا تحت؟ الثلاث ثواني لا تصير فوق. العكس. اي. كذي الطريقة هذه. ايوه. هني ثلاث ثواني. اي تكون ميبسها ومعطيها استرتش. والثانيتين تحت. الثانيتين تحت. تمرين وايد حلو. يعطيك العافيه كابتن ناصر. الله يعافيك. ما قصرت. قواك الله. الله يسلمك كابتن برنارد. ثانك يو فيري ماتش. ات واز ماي بليجر تو هاف يو هير ان ذا شو. ثانك يو فيري ماتش. مشكور كابتن ناصر. عشنا معاك خمس حلقات حلوين خاصه بعضله الصدر. وان شاء الله ايضا نلتقي معاك مره ثانيه. انت مو اول مره معانا. لا اكيد. اي متعودين عليك ومتعود علينا ان شاء الله. يا رب. لا ان شاء الله باذن الله. حاب تقول كلمه اخيره؟ لا بيوقت تبونا احنا حاضرين. طول لي عمرك. قواك الله. هذا عشان الله يسلمك. الوعد معاكم ان شاء الله باكر. وحلقات جديدة وتمارين جديدة في برنامج مستر ماسلز. في أمان الله.